ستبعث الحكومة الجزائرية وفدا ممثلا لقطاعات مختلفة للوفد التحضيري حتى نهيئ أنفسنا إن شاء الله لهذا الموسم، وتكون الخدمات راقية، ويكون الموسم إن شاء الله ناجحا بتعاون الجميع، بتعاون أيضا المواطنين والمواطنات في تجسيد رؤية المملكة العربية السعودية الشقيقة في تطوير الحج في هذا البرنامج الكبير الواعد الذي طور خدمات الحج. نتشرف باستقبال وخدمة أكثر من 2 مليون حاج هذا العام بمشيئة الله، من ضمنهم 41,300 حاج من جمهورية الجزائر الشقيقة. أيضا إتاحة أداء نسك العمرة للحاصلين على كافة أنواع التأشيرات، المقصود من يأتي بتأشير غير العمرة سواء للسياحة أو للزيارة بأي نوع كان، الآن يستطيعون أداء مناسك العمرة. وأيضا من يأتي بتأشيرة عمرة يستطيع زيارة أي مدينة في المملكة وأي مواقع في المملكة.